السلام عليكم البنات، مساء الخير. ان شاء الله تكونوا لاباس بخير واحسن احوالكم. هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم كما تحبوا تكونوا ان شاء الله يا رب العالمين. كنت جايه مخدمتيش، تسلق هذا من بعيد عيطيها لي الخضر من عن الله الله. قلت والله العظيم نديه للدار ونديرو غراتان، غراتان بلا لحوم بلا حتى حاجه، غراتان بالسلق فقط والبطاطا. دوك ان شاء الله نغسل هذا السلق مليح، نحطه في مقله يدبل. تشوفوا طريقتي كيفاش نديرو، ساهل بزاف. فهاد السلق نصح غير هاد الغراتان، نصح السلق والبطاطا والبيض وكريم فريش ولا ياغورت ناتور. هذا ما كان ديريه تجي بزاف بنين. دوك نغسلو ونولي ليكم. انا سلق بعد ما غسلته في المقله، دوك داير بال ما مسكون كبير الحجم كبير يهبط لك في المقله. انا كي دبل كامل نزيد له الملح والثوم ولي زيبيس، ندير انا فلفل الكحل وكمون. وهنايا يعني نغلي البطاطا في اون تي دي فوالا. وهنا الفرماج نديرو، الفرماج اللي عندك ابيض ولا ما عندكش فرماج ديريش. انا عندي فرماج نديرو البيض وكريم ليكيد. اذا ما عندكش كريم ليكيد عوضيها بالياغورت ناتور، دير ياغورت ناتور مع البيض وشويه ملح شويه فلفل الكحل وحطيه كاع فوق هذيك الغراتان تاعك، كيجي هايل. ودوك انا رافقو تانيك عندي جناحتين الكونجيلاتور، ودي شافهم قال لي ماما ديرهم لنا حمريهم لنا. قلت له انا باش ما نعياش ما نحمرش، يا نديرهم في المقله نورمال يا نديرهم باني شغل كيما كينتاكي تشبه، يعني ماشي كينتاكي مي بون تشبه شويه، نديرها نرفقها مع الكراتان على السلق. نخلي هذا كامل يوجد ونعاود نرجع معكم كي نجي نديرها داخل البلا تاعي باذن الله. عندي هنايا في ريسيبيون درت 4 حبات تاع 5 حبات بيض صغار، درت الملح فلفل الكحل، هذه هي لاباغي اللي نديرها فوق الكراتان تاع السلق. وعندي كريم ليكيد، انت الا ما عندكش كريم ليكيد عوضيها بياغورت ناتشو. بسم الله ترتيقه امسحها. انت هاد لاباغي ديري حساب واش عندك كونتيتي. فوالا نخلطها كيما قلت لك، الفلفل الكحل والملح باش بيض هذاك ما يجيناش صامط. فوالا نحكم المول تاعي هذاك اللي حنديرو يدخل للفور. هاو السلق تاعنا بعد ما طاب وشرب كامل هذوك لي زيبيس والزيت وكامل شرب، شحال ولا شويه ثاني ما بزاف ما غادي يولي شويه. نفرغو هنايا في المول تاعي، نقسمو على زوج. ودوك نزيد البطاطا اللي قليناها فوالا، نديرها كامل في المول تاعي. وعندي فرماج بلون، انتي واش عندك ديري؟ ما عندكش فرماج ما ديريش. انا كان عندي نديرو يجي بنين، يعني كي تزيدي اضافه تاع فرماج غابي ولا بلون يجي بنين. انا نديرو غير شويه هكا برك، ما عنديش بزاف، المهم يزيد في البنه. هذا غراتا يجي بزاف بنين، ما كلش السلق الولاد ما ياكلش السلق المليح كي ديريه. واذا حبيتيه يكون صحي صحي عوض ما تقلي بطاطا فوريها اون بتي دي، وعوض ما ديري كريم ليكيد ديري ياغورت ناتور، معناتها بلا صحي يلق للريجيم وتيفيتي كامل الزيت وكامل. فوالا نزيد ندير فوق الطبقه تاع السلق لي بقات، نديرها كامل نمشيها من الفوق هكا. نسي نديرها كاع هكا من الفوق، بسم الله نسي نوزعها كامل باسكو السلق ما جانيش بزاف، نمول شويه كبير يعني هكا. معليش المهم كيما جاتنا هذاك هو الحساب. ونزيد دوكا فوقو هاد الخليط تاع لي كريم ليكيد مع البيض. نسي ديري كامل من فوقه وديري هكا فتحات باش يدخل لك للداخل، باش كامل يجي البنات تاع الكريمه مع البيض. نكمل هادي مازال شويه، هذا نكملو. اذا عندك فرماج غابي زيديه من الفوق، ما عندكش ما ديريش. انا ما عنديش ما نديرش. دوكا المول بلوتو الفور هاو يسخن، نديرو داخل الفور باش ما يتغراتينا برك، باسكو كلشي طايب غير البيض اللي ماشي طايب. هاكا نحطو داخل الفور ان شاء الله، نعاود نتلاقاو في صحن التقديم باذن الله. هاو الكراتا تاعنا بعد ما خرجنا من الفور، جا ما شاء الله ريحته راهي تعبق.
بزاف بزاف هايل في المنظر. دوك ما كنقسموه ان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم ونقول لكم على البنه. جا رائع ما شاء الله. هاو الطبق تاعنا بابا طاب، حطيته في صحن التقديم، قطعت ديجا مكلاو منه، جا بزاف بنين على حسب الاراء تاع المنزل، جا بزاف بنين. وهاو ليك هنايا الدجاج تاعنا، شوفوا كيفاش يجيك هذوك الحراشي في شغل بلا ما ديري البيض وكورن فليكس وكاع. نفتح معكم حبه تشوفوا بلي طيب لداخل، شوفوا لداخل كتب على القرمشه. الله الله فوالا طيب لداخل ويجي بنين بنين تاع الصح. درتو مع مايونيز هنايا خياتي، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو تاع اليوم. واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوناش بالجيم والبارطاج والكومونتير تاعكم الزوين كيما نتوما. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. والدجاج هذا الدجاج تاع اليوم نحطو فيديو وحده، ما نحطوش مع السلق هذا باش ما يجيناش فيديو طويل.